يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكه ان تي ان ناين لايف، نهارك سعيد، يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا. اسبوع مليان بالاحداث و24 ساعه بس قبل يعني حدث كنا مستنيينه من زمان جدا، وهو بدء اول جلسه للبرلمان الجديد، بالتالي في حاجات كتيره جدا نتكلم فيها النهارده. صباح الخير عليكم، صباح الخير على اشرف. صباح الخير. صباح الخير يا اشرف، صباح الخير يا مي، صباح الخير على كل مشاهدينا. بدايه اسبوع جديد ويمكن اسبوع مشحون جدا، 22 يناير بداية أسبوع. امبارح كان دورة الألعاب الإفريقية افتتحت، وبكرة أول اجتماع للبرلمان زي ما مي قالت، ويمكن بكرة كمان مسيرة مبدعي مصر هتتحرك من قدام الأوبرا لغاية مجلس الشعب عشان تسلم وثيقة بمطالبها والأعضاء اللي هم مرشحينهم عشان يدخلوا جمعية تأسيسية للدستور. أحداث كثيرة جدا، لكن أهمها على الإطلاق هو أول احتفال أو ممكن نقول ذكرى ل 25 يناير 2011، 25 يناير اللي جاي يوم الأربع، ودعوة لعودة التظاهر وعودة لروح 25 يناير، وفي المقابل في كلام عن احتفالات. يمكن ده هيبقى محور اليوم بتاعنا النهاردة، هو 25 يناير، وهنتكلم عن حصاد سنة عدت. هيكون معانا في إحدى الفقرات المؤرخ أحمد كمالي رئيس تحرير مجلة أيام مصرية، هنتكلم معاه بالتفصيل عن ما حدث في سنة بعد الثورة. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل والورد. عندنا عند فكره، عندنا بروديوسر اسمها الاستاذه رانيا جابت لنا النهارده ورد. حضراتكم عارفين طبعا ان احنا عندنا ورد جميل وبنصبح على كل الناس، انما انا سرقت ورده وعايز اقول بهدي الورده دي لكل ام بتحب مصر، كل ام شهيد في ثوره 25 يناير. بهديها الورده دي، بهديها لكل واحده بتحب مصر او واحد بيحب مصر، بهديها للثوار اللي نازلين يوم 25 يحتفلوا بالثورة أو يأكدوا إن الثورة لسه مستمرة، بهديها لكل مصري ومصرية بيحبوا مصر، ويا رب دايما نبقى دايما بنحب مصر أكتر وأكتر. وبهديها أخيرا لمصر نفسها، وبقول لها يا رب إن شاء الله السنة دي اللي هي 2012 تبقى أحسن بكتير جدا من 2011. صباح الخير. صباح الخير يا اشرف. ومن ضمن الفقرات اللي هتكون معانا النهارده، هيكون معانا استاذ امين اسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامه عضو مجلس الشعب، هيكلمنا عن التطورات الاوضاع في حزب الكرامه، وهناقش معاه بعض الامور السياسيه، خصوصا ان الاسبوع اللي فات يوم الجمعه اللي فات بالتحديد بالليل قدم كل اعضاء المكتب السياسي لحزب الكرامه استقالتهم، والهيئه العليا للحزب قبلتها. هنعرف ايه الاسباب منه النهارده الفقره. ومن الحاجات المهمه طبعا غير انه في 22 يناير لحد 22 يناير اللي هو النهارده درجه الحراره 9 دلوقتي وبيقولوا انها هتبقى 6 بالليل، من الحاجات المهمه اللي لازم نقف عندها انه المشير طنطاوي عين شباب في البرلمان بالتعيين، وكمان عفى عن مجموعه كبيره جدا من المحكوم عليهم عسكريا، وعين كل اصدر قرار بتعيين كل مصابي الثوره في الحكومه. فاعتقد الاهتمام بالشباب دي حاجه مهمه لازم نقف عندها في اسبوع مشحون زي ده. وهيكون معانا فقره تخص بقى الرئيس الراحل، الرئيس المخلوع، هيكون معانا الكاتب الصحفي سليمان جود عشان نتكلم عن كتابه مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان، نتكلم معاه عن الرئيس المخلوع، وهنتكلم معاه كمان عن تفاصيل المحاكمة الآن، نتكلم معاه عن حاجات كتير قوي. أشرف معاك الوردة. على فكرة الوردة واخدة واكلة دماغي، يعني الوردة ما فيهاش ريحة على فكرة، يعني مش عارف ليه، بس هو غالبا في الشتاء ما بيبقاش في ورد. على فكرة الورد برضو بيستخدم إنك أنت تحب إنسان فتدي له وردة أو تهدي له وردة، وبرضو الورد بيتحط على القبور ذكرى للناس برضو الشهداء. وعلى فكره انا بهدي برضه ورده للجيش اللي وقف برضه جنب الثوره في الاول وفي الاخر. بيقولوا لي هنطلع لفاصل عشان هنبتدي يومنا. عموما انا معايا كل الخير وكل السعاده لكل واحد في مصر، يا رب ان شاء الله 25 يناير اللي جاي اللي هو بعد بكره ان شاء الله يبقى خير علينا جميعا يا رب ان شاء الله. فاصل راجعين.